احترام مبادئ المنافسة الداخلة. مجتمعين اليوم مع السلطات المنافسة العربية في إطار شبكة المنافسة العربية اللي هي مؤسسة كتجمع جميع المؤسسات المنافسة العربية تحت لواء الجامعة العربية. وهذا المؤتمر هو الثاني من نوعه، الأول كان السنة الماضية في شهر مارس في مركز الجامعة العربية بالقاهرة لتكوين الأولي لهذه الشبكة. الهدف من الشبكة هو تبادل التجربة والآراء والخبرات والتكوين كذلك. كان هناك في هذه السنة اللي مضت حصة تكوينية لبعض الأطر وكذلك بعض الطلبة في الجامعات لقانون المنافسة. هناك تبادل من الناحية القانونية، كيف تعمل الدول العربية وإلى أي مدى وصلت التقدم ديالها في الإطار القانوني، كاين هناك خبرات وتبادل الآراء لدفع هذا الإطار القانوني ليكون ليس موحدا ولكن يطابق لما هو معمول به دوليا. وهذا من الأفعال والأعمال اللي بدينا كنعملوا عليها، لأن كانت هناك مقاربة اللي غتقدم في هذه الحصة هذه ديال المؤتمر. ولكن هناك من الأهم هو تبادل الآراء فيما يخص بعض المشاكل المهمة اللي كتمس المنافسة بشكل طبيعة الحال، ما هو معمول به كعملية الاستحواذ والتركيز وعملية تطبيق القوانين، ولكن كذلك في بعض الإطارات كالإطار مثلا الرقمنة وتأثير الرقمنة على القوانين وعلى الممارسات الاقتصادية في ميدان المنافسة. الدول كلها بنشوف ان النهاردة هناك تضخم في عدد كبير من دول العالم، وبالتالي هناك زيادات في أسعار يتكبدها المستهلكين في كافة دولنا العربية، وبالتالي دور أجهزة المنافسة العربية بيصبح محوري للعمل على كشف ممارسات احتكارية من شأنها الإضرار بمصالح المستهلكين سواء من خلال زيادة أسعار أو ما إلى ذلك. وبالتالي من هذا المنطلق شبكة المنافسة العربية بتعمل بشكل مستدام على التعاون على منع الممارسات الاحتكارية، على سبيل المثال العابرة للحدود، لأن الممارسات الاحتكارية ما أصبحتش ممارسة تحدث في دولة واحدة ولكن ممكن تحدث في دولة ولها تبعات على كافة الدول. وبالتالي شفنا حتى في على سبيل المثال عدد من الاتفاقات في مؤخرا بتحدث في إحدى الدول غير عربية ولها تأثير على دول عربية، وده اللي بيأكد أن التكامل والتضافر الجهود أمر هام وحتمي، خاصة في ظل التحول الرقمي اللي النهاردة يجب أن كافة أجهزة المنافسة تتعاون مع بعض لكشف هذه الممارسات بشكل متكامل. أعتقد التجربة المغربية من التجارب الرائدة الحقيقة، وده إذا انعكس النهاردة على شكل تنظيم المؤتمر، وانعكس أيضا لرئاسة المملكة المغربية لمجموعة العمل الخاصة بالاندماجات والاستحواذات داخل شبكة المنافسة العربية. أعتقد أن التجربة المغربية فريدة من نوعها، بدأت منذ فترة ولكن تشهد الأيام الحالية في السنوات الماضية تطورا كبيرا حقيقة في مجال مكافحة الممارسات الاحتكارية، والأمر اللي ينعكس ليس فقط على الدول المغربية ولكن أيضا ينعكس على الدول العربية كافة، لأن زي ما وضحت أن الممارسة الاحتكارية ما بقتش تقف عند دولة واحدة فحسب ولكن تتضمن عدد كبير من الدول.